نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كلاش اوف كلانس، عدم اتصال بريد الإلكتروني. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا عن كلاش اوف كلانس، ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن كلاش اوف كلانس، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كلاش اوف كلانس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك.